مبلعون بإنتاج الخلافات وبإنتاج النزاعات وبإنتاج الحروب وبإنتاج العصبيات. بعض الناس يقول مشكلتنا مشكلة الأديان أو مشكلة الأحزاب. ليست مشكلتنا مشكلة الأديان ولا مشكلة الأحزاب، لكنها مشكلة العصبيات للتعصب هوية شرقية. لذلك ابتعدوا عن التعصب وانطلقوا مع الالتزام، اعترفوا بالآخر وتعاونوا مع الآخر على مواقع اللقاء، فستجدون حياة فيها الكثير من الراحة وفي كثير الكثير من السعادة والطمأنينة والرضا. لا أدري لماذا نحن مولعون بأن نتعب أنفسنا، أن نتعب عقولنا في التفاهات. وتعب العقل في القضايا الحيوية غنى للعقل، أن نتعب واقعنا باستهلاك السياسة لا بإنتاجها، لأن ما عندنا ليس إنتاجا سياسيا ولكنه استهلاك سياسي، استهلاك ساذج ضائع. كم نحن نعيش مشكلة الوقت الضائع، آه من الوقت الضائع في البطالة، الوقت الضائع في كل تفاهات السياسة، الوقت الضائع في اللا معنى، في اللا معقول، في الدمى التي تتحرك ويهيأ لنا أنها تقود، ولكن هل هناك من يقود؟ الكثيرون لا يرتاحون لموقع القيادة لأنهم يخافون من القوة، أدمنوا الضعف، أدمنوا سيطرة الآخر رجلا وامرأة. فهل لنا أن نبدأ حتى نحب القوة ولا نخافها، وحتى نتعب العقل في حركته في المسؤولية ولا نتعبه في حركته في الفراغ؟ أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.